لا يزال المتطوعون من أبناء البحرين يضربون أروع صور العطاء والتضحية، مؤكدين على موقفهم الثابت في دعم فريق البحرين، وذلك من خلال احتفالهم بخروج جميع الحالات من حجر الحد الصحي. بعد أن مضى على تطوعهم عدة أسابيع في مركز الحد للحجر الصحي، ها هم يحتفلون، أطباء وممرضون وإداريون جميعهم يكرمون بمناسبة خروج جميع الحالات المصابة أو المشتبه بها من الحجر الصحي. أنا الدافع اللي خلاني أشترك في هذه الحملة ضد فيروس كورونا هو حبي للوطن. لازم إحنا كلبنا نكون ذات مسؤولة، لازم نكون مسؤولية مالتنا كلبنا نحافظ على هالوطن العزيز اللي عطانا أكثر من ما إحنا عطيناه. هذا الوطن العزيز علينا، واحنا كلنا تحت رايه ابو سلمان، ويشرفنا ان احنا نكون تحت رايه ابو سلمان، ويعطيكم الف عافيه ان شاء الله يا ربي. وهذه المحجره الحين الحمد لله رب العالمين ما في اي اصابه، واحنا ان شاء الله باذن الله قادرين احنا نخلي البحرين يصير زيرو، وكل بنا ان شاء الله مع فريق البحرين. التكريم طبعا هاي يعطيك دافع ويعطيك شعور بالإنجاز اللي انت سويته، بس التكريم الأكبر لما انك تشوف ان فعلا البحرين زيرو كورونا، فعلا انك الشغل والإنجاز طول هاي الفترة اللي طافت، طول الشهرين اللي طافت نشتغل من الصبح إلى الليل بدون أي توقف. التكريم انك تشوف ان خلاص ان وصلت البحرين زيرو كورونا وانتهى هاي الوباء وانتهى هاي الفيروس. حب للعطاء ووفاء للوطن ومساندة للجميع، اجتمع هؤلاء المتطوعون من مختلف مدن ومحافظات المملكة ليكونوا في الصف الأمامي لمكافحة انتشار فيروس كورونا. متطوعات محجر الحد الصحي أداوم تقريبا كل يوم، دوام يكون من الساعة 8 الصبح لساعة 2 الظهر. في العيادة في المحجر احنا نشوف البيشنتس وناخذ سوابس، ويجونا بعد مرضى العيادة ونشوف إذا عندهم شيء شنو يشكون منه، أو إذا يحتاجون أدوية يحتاجون فولو أب، فإحنا نشوفهم ونحاول قد ما نقدر إن إحنا نساعدهم. والشيء اللي خلاني أتطوع كوني تخصصي أول شيء، وثاني شيء كوني إنسانة شابة وعندي طاقة، والبحرين في نفسها الظروف تحتاجني أكثر، فهاي أول دافع اللي حتم علي إني يعني لازم أشارك، و إن شاء الله عقب ما تصير البحرين زيرو كورونا ونصفرها. لبيت النداء حبا للبحرين، لأن البحرين تستاهل وهي عطتنا، ولازم نوقف وياها في هذه الظروف الصعبة. طبعا هو يأثر علي إن بالنسبة حق التباعد الاجتماعي تميت، ما كنت يعني أقدر أشوف أهلي لأن خوفا عليهم من هذه الوباء، حتى عيالي كنت مبتعدة عنهم طبعا، حتى يعني ما اقدر اقبلهم، ما اقدر حتى اسلم عليهم. القائمون على الحجر الصحي في الحد منتسبون لوزارة الصحة او متطوعون، جميعهم يحتفلون اليوم بخلو هذا الحجر من النزلاء بعد أن بذلوا جهودا حثيثة بروح معنوية عالية لمكافحة فيروس كورونا. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.